بسم الله الرحمن الرحيم. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وحاق سيء ديرادي آيادك القرآن ووحياوها نوع عصوكالة تاقيريس سادة رادة علوم بضن وحيك سمعين أبواب وعلوم تدين الإسلام كبيرها أما عقيدة الخار يسوق قليين أو بحيان باب الولاء والبراء خفوا أبو أرضي أو ما أنت مشايخ لنا دقيستو ومخلا عنوان كاس الولاء يعني قرقار إن لقد دكتو إيه البراء إن لقد فقاد لا إله يعني إله مجر براء ذي وين إلا الله كي قرقار كلاقي رأينا ولاء ذي وين مركو حايا خارقو ذي كان لقان أرنتاس سيدا موضوع ما ركتي أن عقيدة كسافسا سيدا راد مركو حليهين علماء داس يعني باب كاسمي سوء بدنيهين خفك مسلم كأه وحا واجب كأه إنو النعو خفا مسلم أهم خفك مسلم كأه وحا واجب كأه إنو جعلنا أحن بارد أو النعو خفك عن مسلم كبأ أهين صوتو آنور عيدك وصد ديشان آيان وعاكمد عيدي هيد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ما أركيس تقوم إلهي إمانة آخر رميسان يوادون أنا جعل من حاد الله ورسوله كوي إلهي رسول كيس خلافين ولو كانوا أباهم حتى أبياش هذا أما أبنائهم عروتهم أما إخوانهم أما ولاله هذا أما عشيرتهم أما فم الكود يعني حتى كوك كله هديهين أو مؤمن آتها كوما بنانا إن الجعل أحم بارتد خفا مؤمن أهين آيات كالي سود ليشنا يعني وكمد إلهي القرآن كيس لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة عدوكي نبو أوليها كالليغاننا وآد أموجين إيسان جعال عدوكي نبو حج علاننا آيات كالساسو كالليغاني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمنين تيسان كي يلن كافرين تي قرقار إيسان كالليغانين آيات كالإله حليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يهود إي نصارى قرقارها كالإغانينا آيات كالإله حليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء أبياشين إولاليهين قرقارها كالإغانينا هذي قال لماذا جعلستين مارك آيات هاس إي آيات بضن وحي عدينا يام ماشي إنو معركتي نعيب أجره وخفك مسلمك لازم يكون هاي إنه بريء كان خذ كفو قادو دتك عن مسلمين تهين أو وحب الجعيل ما عرفت إنه سنو حنبارين مركا عرفت عن محمد لينا حوالي أنا قلنا إنه نغوته كاين أوف يعني شوك وما برانين أنا قلنا حان برانين نبي عليه الصلاة والسلام إنه دتك نمو ذا جعلاء إنه محب وحنبار سنا حتى رقي عقاب جري إنه ما عرفت ودعين جري حدنا نعيف كان أو ما عرفت زوجوك أو عائلها خرانك الشيقة يمحويه arintan markaa waxa ka faa'iideystay laba qolo qolada islaamka cadaw ku ahana waa ka faa'iideysteen oo waxa yiraahdeen islaamkan u jeedin waa noocan islaam naciib xambaarsan weeyaan waxaan ogeyn iskool ku yaala hadda dhunkaan Quebec mar dhaw ahayd oo u shiraayeen waalidiinta iyo macallimiinta in laga shiro ardaydii muslimiinta ahaa in la siiyo ma waqtiyada ay dukan karaan waqtiyada salaad in la ogolaado iyo salaad jimcahan soo kala meel ay ku dukadaan in la siiyo وحكيت لكم نقطتي حتى فيسبوك مال وبالسوق قلي من مع أبياش كوالدين كم إذا كتاب قرآن كنا صخ هذا ماشي كل جح جح هاي عدانا خيلي دين تاني سلام كأننا جمرنا دين جعل أقل معها دين وذا نولاش أقل معها دين ده كان عبكو أو وري سوي ماشي ده قالوا إسكو بدش مركا طبعا أنت يعني حكى فائدة عدو إسلامك هذا هو فائدة استين إسلام كله وح كفى إذا استي ما أنا أراك لو كفى إذا استين دتك إسلامك سخلد أفهمي ده أسلام أفهمي أمرك نعرف كان حنبار سنية هاي وحيسكو هاي سدين صحيح نو هايستو هاي رو خفك جاري حتى دتك خفك أقول له قراءة ودي س إنه نوع خفك مسلم كلا أها لكن كفكرة كل قد سنعين أما حاجة عبادات كأما حاجة أقوان توح إنه نوع نعيب 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 خفك وحركة يساو مركي هرف الفرن نجري مركو ولاد نأخذ حر حر ناشو إذا إنه كده حبحه ينعيب إنه حنبار مركو حانا كينا فهم كما أركتي نوع عنو كلاه يعني عندك كوي كلا جيران خف جاهل أها اسكو جنو جاهل يهي
يخاف حوغا مركو برتو اسكو ملاي علمي ماشي او سري انو كجار او نخض الجهل المركب يعني جهل يو يكبحي وحوغو بدل الجهل او انو كجاهل سين انو جاهل يهي اسكو ملاي انو عالم يهي فرانسوا فولتير وح اورنجري نينك اوغو افتهن سن اوغو عقل بدن هذا القري اما اوكو هاد لي ايكين وحان اود اولاها انان كالجر جرو ان كسو سارا هذا كي استيقل وقدلي لها يعني هذا الكي هذا إيه كنتي أود وحن أولي هذا كسنا كلا جر جر إسكو هذا أن كسر صار هذا كله ودي لي لها خف كان مركا خار بدل مركو حجر القرآن كي فرصة أهلي آيات هان كسر صار وحن أجين سان هراء وش كيني النبي عليه الصلاة والسلام مركو دين تليمد طبعا isaga dagaal dadku ma qaadin laakiin dagaal ayaa lagu soo qaaday dhanka madiina ayuu soo hijrooday madiina reer madiina maamulka ayuu dhiibay isaga yahuuda haddii hore ka sheekay heshiiska ay kala saaxdeen in la wada noolaado oo muwaadinnimo ka dhaxeyso oo wanaag iyo maaragtay yaani sinnaasho iyo cadaalad ka wada dhaxeyso mushrikiintii makka ayaa la celin waayay oo dagaalkooda batay يعني ما كما كان مدينة مربوك سوير رجرين وأغنى دقال هذه أي نبينا لمرين عليه الصلاة والسلام قال يهان مكة يهودنا لجوك تي مدينة هشيس كمحو أها إن ولا الله أهاد أليس إلا لي سوما أها مكة وحاب بلاوتي مسلمين تينا نبينا يا تربية خير خلق الله يا تربية نبينا وانيكي ورنجري يا أنس أنس يهداء وودد إنا تسيحتد أتصوت توستد ألو قلبي عدنا حمان وحن بارسنين سيدا سمين تاوى سنة ديدي سنة ديدي نكي جعلاده يوم القيامة أنيقو إلا دقي دونا يعني حقو أبورا قلوبته ديني سليم أهاتو إني عقودة دي حمان حنبارين إني دادكو ننجعلو حنباران لكن محاد عدي يهودي مركي عركت إسلام كي إنو سيفا فايا دادكي سي جعلانا إيغان إيغوه ريين ديما هودي إن ماشي عقودة يحسدنم إني كدالاتي إني نعيب بلاوين إلا أمركم كشيكنا وحير ها أنتم هؤلاء تحبونهم أذنك وكونوا جعشين ولا يحبونكم إيجا إذن ما جعل مركا أصحابتي إن نبينا اللوم لغو أذين جعلك وحن بارسناين دم يوكو كشان لما أرن لكن وحال الشيء وانا قضاد كان جعل وحن بارسنتين أذنك لكن إيجا أي حمات بلا إذن ما جعل إذا لقوكم قالوا أمنا إذا كان أو تؤمنون بالكتاب كلي كتبت لنا ورمي سنتين ما أرني سن كتاب كينا مجرو كان كريا جرت كتبت الله والله رميسان سماء واتر هذا دائما البطن أكو أمانة جعلنا وضو حنبارتين يجين إذن مجعلة وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ مركي إذن لك عد وضان فرع إذن خلينا إذن كن عبيهين قد بدت البغضاء من أفواههم نعاك إذن خلوا خارك وكسوا فكتي وكو هدلين وما تخفي صدورهم أكبر نعاك قدها كو حنبارتين أيانا كوين كان أي شاقين وحكوين نعاك إذن حنبارسينهم marka nacaabkii yahuuda way bilaawday haddana waxa arkaysa cadaaladda ilaahay subhanahu wa ta'ala kulli ahlul kitaabtuna ma wada xukumin yaani ilaahay wuxuu yiri la tajidanna adaawatan lilladheena aamanu alladheena ashraku wal yahuud wal ladheena haadu yaani waxa uu arkaysan uu inay wacdoobtinimo badan yihiin oo idin nacab yihiin muslimiin hadaatihiin mu'miniintu waxa aad u nacab اليهود والذين أشركوا يهود أي مشركين ت ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا كه إذن كودوا إن يرجع لعذان وحوان الذين قالوا كويري إن نصارى أنا نصارى يا مه ذلك صوت بأن منهم قسيسين ورهبان وحكجر ذل علماء إيدد عباد بدن وأنهم لا يستكبرون ذل سلوين معها يعني فيري قرحة الإسلام ك نعيب وقلدان حمبارين خليهن كلام لقوم حمبارين ويلي مسيحيين في إسلام كونا جاي كده حي مشركين تقولوا أوجا دجالك يهود يا كبيرتي لكن سه قليها كلاتة أو مسيحيين تي ويلي دجالك مسوق جلين نبي جاي نسد حلوات سنة رسولها إلا لوات سنة سر مسيحيين حماك ما دحين إلا لوات سنة سر مسيحيين حماك ما دحين حماك جورمي بلاوتي وحكم بلاوتي مركو ninkii u joogay Hiraql oo maamulay meel lagu magacaabo Mu'an yaani waxa ka mid ah Jordan Mu'an la yiraahdo oo la jiray
فروة ابن عمرو الجذامي أي صام مسلمي نك أي صام مسلمي كذب النبي قال حديد أي صادري هرقل هو مخلي نك صام مسلمي حير هلاك هنا وهنجب إسلام كبح وكبح وعي سحنا أدلي حتى كريستيانو قالوا أصلي أصل بي أنت أكو ما كانوا حير قف والب كم مسلم أريد أن يحكم مرضان عرفت أن الجمعة سنة يسقى ودن كي سماء كي مسلم أريد هلا دلو أنت أكو ما كانن جيش وينو دياريات وبدا إن مدينة لصوير رمس إسلام كنا لبابي سأو كده كرتاني أنا جوا أكتر سنة أمام الإيه هاي نصام مسلم وحاسي داراتي طار قبيلة عربت كمدة إن كبيران أو حي هاي مسيحيين وناجا كده حي لكن مركي أركان هرقل إنه روي إسلام كبابي هرقل إنه مسيحي هاي إيجان كوي أي كبيران حيران حدا حوجي لنا إسلام كسيام كبابي إنه عاملة جذام لخم طي خار كمدة غطفان يعني دار لا لح قبيلة كلي هاي قبيلة أصلاً حكوا بيران خارك مدى إن معركتي إسلام كي أتاق لغو صوخال مركا عداودي واسكو درسانتي عداوات كاس مركا واسكو درسانتي داد كي مركو حيو كالبحين أو مسلمين تاعن أهين لبنا أو لباهنا علماء دينا إنا أخوان في عن أوياشان تاس إيكو برا لكسنا دان أو حيو كالبحين كافر أو مسالم أه وناك أولا دحي يسيق مسلمين تا إي كافر أو محارب أه كافر دقال كوالا بحي مركا آيادها ايسو دليشدان علوما دا آيادها قرآن كوحان ابنا اني ليهين خافكم مركورا و آيادها انو فسيرو و امانة علميها نو حنبارو وحيليا محلوكم وعاو سباق وحامحاك هرماري لحاق محاك الدبي يمد كدي من السياق طوبق محوياه خافك انت سدوسان اوغين امال يركسو خاطو يراد فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون كدرين ما حصل بحاي صلاة إني ما ركت دفق نار تجيني السماء تاسو كلام حياة بدن كانت آيادها نودن هد أي صوخاتين مد متى دا عن صوخاتنا إلى أمر كلية هي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق عدو جيجة يا عدو جينا يعني عدو هدو إلهي كلي كويهي وإلهي لدك على ما يقوني أهلاد لك إيه عدو كويه روائن وبابي سماء هكا ديغانينا أولي قرقار هكا ديغانينا صوت حكو قالوين حق إذن يمد انت اسميا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يعني الرسول كي أذنك إذن سارا يعني دا مركا كوا قرقار هكا ديغانا لديه كوي ويهيان قالوا يودن ميا مثل قالوا عدو تنمو سو خاطي دغالك سو حنباري وكو دغالك سو لي من سما صوت الى محيري صوت لو ودد معيتاي يخرجون الرسول واياكم رسولك ادنك وادن سارايا انتم امنوا بالله ربكم سو كلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ما اركيست قوم الهي ما اخر رميسان يوادون جعلانا من خفك خالف الله ورسوله الهي رمي حاد الله الحاد يعني الإمام أبو مسلم الأصفهاني ملكو شرح الحيري مفاعلك سعتها أي من الحديد برأيك سعتها إلهي رسولك سيب بر سيف صوخاتين خف مرك إلهي رسولك سيب دينتي إنو باب إيو أذيك جعل مو حنباري كرتا أو قرقار مكاديقان كرتا خف أبو مسلم الضمير لما أقول أنا إتا كافر كي مسالم كأهلك ما حد لأ وحالك حد لأ كافر كي محارب كأها والصوت أخاقي الدين تاذا إنو بابئيو إنو كدلو إماما إنو دين تكاسارو كاسا مركو حن نخضي يعني من حاد الله ورسوله سوى قال إلهي سبحانه وتعالى وحيري لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمنين تي يسن كافرين كديغانين قرقار أو من دون المؤمنين مؤمنين تسكضوا ضاء يعني محاقو قرقار يسا كافر كي إنا تكالميسد مؤمن كي إنو بابئيو معناه محال الدجال آيات جرا آيات كامركو حال آيات الحرب آيات هم كده دجال كجرا ويا يا ما هم كده دجال كجرا مخيل استعمال لها عقال كان لو نوع كلام خذنا ذي قالوا وصبحي إسلام كي إنا يبربا إنا بابيان أي عرف تيران
مركا وحابي لعبة الدقال مركا بركم أوصي حانيسان مايا جعلكي بدنا وخبي جرتين كوان مجعلانيسان صوتها كوحي رواديقين يكون ديلان إسلام كاق إباب إيان مركا ماشي وحاكب بحايا يعني علدي جعلك محاكينا يعني معاساري علدا كالوتمد المحادة يعني دقالكي علم يصول فقه نحو كل العلم الحكم يدور مع العلة فإذا ذهب المانع عاد الممنوع حكم كمرو بخور لو ريكسدا الذي ماشي جرتي شيء كان ممنوع هذا ماشي كبحه وحي لما ممنوع وصال لابتها دلالة ما حكو جري خمرة خمر حرام أيها صوتها أو خمر أو مسكحة تري سامعها مدك دي بحو يسكو بده شيء خل خمرة هذي دال خل يسكو بده شيء خل كي محو نخونا يا حلال صوتها حكم كو حول الصعدي الذي وحا لو حارنتي ما هدي كبح ذا ماشا وحا صار نخضي شيء عادي ونخضي حارنتي ما ذي كبحي الذي مركا كان ممنوع ذي دت كان إناد جعال إيواناك أدو حصول الله بنا محايا هاي محايا دقالك نبي كان عليه السلام لكم إلهي لهذا لا يمحي لسورة القصص إنك لا تهدي من أحببت خفك هتجعش هاي مهنوني نيست يعني معناه خفك قالوا هاي لك ويلوا جعلها يعني نبي قبلوا جعلها أذيركيس ما أنا لو أذن واي أذكر كان قال واي مع محاول نعرف يسلم أورن وأتجعشها وأقنا هاي لكن ما هنوني كيف تتخفق أتجعشها هاي هي سعد بن أبي وقاص مركو صام مسلمي هو يدي سيتري وحكود عارتي راشين لما عنا إلى أنك جيريود أما سلام ككبح هذا إلى محيري وصاحبهما في الدنيا معروفة وناجي الدنيا دي والد كاجويا إلى يحنو بني مثلا أهل كتابنا مقرسان صامعها قول كهذا إلهي محكدي وجعل بينكم مودة ورحمة غفتا كتابية ولقو بنينا قرصت ما نجعلها قرصة لقيرو سأقول أنه لاني مركا لابد أنه جعل جري كرصة ما مركا مركا علادي ماش جرت محيطة هاي علادي يعني دقالكي أها مركا للأسف وحاركي سامك علماء ذاني بدنيت سيد إمام القرافي كتاب كس الفروق مركو شرحي يعني وحوكو شرح آياتها نضم وحوكو حنباري الذميين كو أهل الذمة أنو هصنول يعني قال ذي مكال الصارد موسى المعادي يمسالب نكليهين لكن كل وحوكو حنباري أهل الذمة إنيهين وحا رتي لحن باري سوكالة الإمام ابن القيم الجوزية كتاب كيس أحكام أهل الذمة السجن سوكالة وحوكو حنباري آيات كانوا نضم إنيهين قال مسلمين تكو هصنول إن عيب لو حنبار إن لو حي كله آيات كلمك إلى حكوليه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إلهي ميدن كريمين كو الدين أهان إذن كو قلت دقالمين قريهين إذن كسارين إن أدباري أنخطان إن أدالة أقول الله خنتان إن أدونا جسان إلهي حجع لذلك عدالة السمعين فني كان رابع النعاية سان بارق ونخونا هذا إلا النعاية إلا نعدها ليش إيه ما هي خف كان آيات هاس وحي سل صورة وحي كسورة دقين الممتحنة أو آيات هاد دقالك كشي كينيسي سوطا صورة دان صورة أودن بيكا متاهي مركي أي مشركين تي رير مكة بلنتي أي بحيان أو جيبيان أو معركتي دقالك وضبطي قبيل وحاجري خزاعة أها خزاعة قبيل كاس إمام البخاري صوري كانوا عيبة رسول الله وحي حين لتلياش النبي النبي أي حك سنجري وحكم أي بديل من ورقاء السجن النبي وسك في عن النبي أنا وكل دقي سنجري تلاوة وخاد سنجري يعني مشركين ويان لكن دول مجان لو جي سنة ويدي دنايا ما أقوله مرك كواس وكلا ها ولا دخل من كوان كلا دجال كإذا كده حياة كوان إيه حمامة بلاو علاد بلاوي وإذا علاد سدين جعلها أموجنا ندول لنا مويتاس صوتها وإذا جورع عيان أت أذيك الشخصية دنا لصباحها هدي لك على هذا كتجار جعلك وسعان نبي كان عليه الصلاة والسلام حن أقول سير البخاري الصوري مطعم ابن عدي مطعم ابن عدي وحقها من مر الب نبي التاجر يجري يسوع كلام أول بختري رجع صلى النبي قوي التاجر يجري النبي كان مركي أو سدح ذي السنة اللي جبوري مكة ورخد يا خوان الصحيفة دي ذكر باب يجي الجميع لواصك وكمد أهاي نبي مركي لقى عيري مكة وطائف أي طائف مركوك سوى الله وناي عندما ينقلي سوى مطعم من عدي عروتي سمع عرفه مركي سوى صاري كلها سافه هو لسوى خاتين عدي وصوى دواتيري أنا قوى لمن هنا محمد مشرك نواي
هذانا مركو دنتي النبي جو على الحمادي حسان بن ثابت ووي قوي وتعالى عيا عينه فبكي ووي وأنا مشرك عندنتي هدي مركا لأن عبيا محلوه هنا وحكوسي الدجال كي بدر النبي جان حكوا أركابو المختري وحير نكان يلا تاول ويلي يسوي قرب تاج ناجري صحيفة دي وجرجري نكان يعداو على جارسين فراها لقى خاض وناجوم إلومين لكن في بدر مكوت لما إلى صخ خفالدتك نبي بحويري ما أنت هدو مطعم من عدين ولا لها ولا لها كوانا إيسو فصح كل ودين لها مطعم دراديس وناجي كده حي نبي كان حاسك صفية بنت حي ابن أخطب سوى كلا ولا كده حاها يهودي هدنا ويكور هانجرتي هدنا حاله حتى حالة أخرتي إيسيس لا حالة إيسيس وأنا ما أركتي إن نين يهودي مرك أن أيدها إنسان شجن خفوا المرك كل لابته وحركايا إن أهين أيده أو لقد قدم بيان أو لجدودنا أتهي يعني إن محارب أجرته حروب إن أجرته حروبتي وحين مركي دماتي وحن أجي النبي جن عليه الصلاة والسلام دردارك إنه كسر لابته ذاتك حلا جعلاه حلا وناجية إنت سنجيريون حيرة خفكي كحد قطبو أم الظلميو نين ما أركت معاهد أنا جن الله نال يوم القيامة أنا قاعد أدور ذا يخاف كسر أقعد يوم القيامة أنا قاعد على حساب تماي يوم القيامة حان أي خصم كيد دفاع لها نكان يعني ما لبض أنا ما أركت النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء جاي مركها كذب وحد عضي وقت هي خلافات الإسلامية الجاري أحرى فتوح ذي باللاوتي جار أهان أهدي بخرتوي ذا مركو باللاوتي رير بني أمية رير بني عباس مركي بلاودين ماشي وحصوه قالي حدود دنيوي يعني بين آدم كسيسة ومركو حوغا أودسكو أركو بشر نوايين يعني حسي جعلانا إنو سيب بلارتو نظام نلوشان مركا سويس كايدا عصر الانحطاط الأوريجري يعني حتى إمام أبي حامد الغزالي وتصوف لغو جاهيو زاهد ويهيو ماركتي دقا الله أن قلن هدانا كتاب كيسا منخول حكولي كثيرا ما سمعنا وحان مرغو المخرجرني رير روم هذا لا ويرن إيجا صورة. مرك هجوم وسكجري أو هالنقطة اجتهاد من كذا خلط كذا عجري. أما هالنقطة مرك غركات عطسو إيماني. أنا لسه قارا متحوينا هدول ما ينوها يعني قال خفته. حتى إن دولة دول بعود لسه كلو على قعد صامع مرك مال دول مكجرو. ده كان دول من نجاح يعني قال خفته. يعني مرك مال بنا ويجش صامع. سو كلو أود أيه جرتي مسلمين تي. iyo dana adduunyana uu jiray sababtoo ah qaarkood meelaha ay soo qabsan jireen iyo xoolaha iyo adoomada ay yeelan jireen yaacni lama sheegi kare marka waxa ugu sii darneed waxa bashar ay ahaayeen in amirul majd min fawh al fuzan ilayhi tafidu ar